خوي عبد العزيز اخر اتصال، صباحك الله بالخير. السلام عليكم. صباح الخير ابو عليكم سعود، السلام. تحياتي لك وضيوف الكرام. اليوم اكثر المتصلين اليوم كلهم عبد العزيز، هذا الظاهر من حسن حظك انت. اي صح، نعم. اكثر المتصلين كلها اسم عبد العزيز. نتكلم في موضوع خلاف الاطار بين ابو سالم وبين الكابتن نواف غازي، لكن لان الشراره طلعت من امس لما انت صدقته في البرنامج والموضوع انتقل الى تويتر، ولو تشوف انت يعني مدى الاساءه اللي تعرض لها ابو سالم ما اعتقد في احد يقبلها. انا بس اود ان اشيد في الاخو العزيز الغالي احمد موسى ابو عائشه حياك الله، وعن فتره ظهوره في الاعلام، وكذلك الاخ ابو عبد الله خلف السلام. اتمنى انه يتعلم الاخ نواف من هذا الظهور، من هذه الاحترافيه اللي اكتسبوها خلال هذه الفتره، رغم انه يتعرضون لهجوم ترى قوي على شخوصهم في تويتر. يعني ما يعكس هذا الهجوم السلبي هو حسن خلقهم في الرياضه وما قبل الرياضه، ومشكورين. مشكور مشكور، شكرا. ويستاهلون. وتاكد ترى هم اخونا نواف على خلق، وتاكد ان ايضا ابو سالم على خلق، وتصير بعض المناوشات في بعض الاحيان يا ابو يا اخوي عبد العزيز، لكن يبقون هم اخوان فريق واحد، تدربوا مع بعض، اعتقد يمكن عاشوا مع بعض، فهذه تصير الاختلافات والخلافات في البيت الواحد يا اخوي عبد العزيز. مثل ما تفضلت، ما نتمنى نكبرها في الاعلام، احنا كنا نقدر نسولف فيها اليوم ونتناقش فيها ونسوي منها اكشن ونقعد نسولف فيها ساعه، بس ما له داعي، خلاص موضوع خمس دقائق نحل بدقيقه، والحمد لله الامور طيبه بين الجميع.